السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ معكم نوفل من قناه اش دي في بي ام. اليوم ان شاء الله جبت معايا واحد الكيت جديد من واحد الشركه اللي الاسم ديالها الكيك فيب. اسم الكيت اللي معنا اليوم فهو الاي جي 100 واط مع الخزان اللي هو زوس سيبو. بقاو معنا ما تمشيو فين، مشيو نشوفوا العلبه ونشوفوا ايضا المحتويات ديالها. بقاو معنا ما تمشيو فين. الان كما كتشوفوا معايا فهذه هي العلبه ديال الكيت اللي معنا اليوم اللي هو الاي جي ماكس مع زوس سيب هوم من شركه الجيك فيب. هنا كاين بعض المعلومات على الموجود داخل العلبه، ايضا كاين سكراتش كود، وكاين عندنا هنايا اللون ديال المود اللي معنا اللي هو اللون الاسود. هذا هو المود الاي جي ماكس 100 واط. هذا هو الخزان ديالها. شوفوا العلبة الاخرى، عندنا الشاحن، عندنا ادابتاتور ديال لا باتري، لان هذه كتقدر تخدم بالبطاريه اللي هي 21700 وكتخدم ب 18650، فهذا الادابتاتور تيديروه الناس اللي عندهم البطاريه ديال 18650. كاين زجاج اضافي، وكاينين دي جوان دو روشونج، كاين ايضا هاد المفتاح هذا اللي كيساعدك باش تقدر تجبد الكويل ديالك. ندوزو الان نشوفو المود ديالنا، فهو هذا المود، هذا اللون الاسود، هنا المكان ديال البطاريه، وهذا هو الخزان ديالنا زوس سيب هوم. هذا هو الكويل ديالنا، كويل ماش، هذا هو الكويل ديالها، فهو 0.2 فيه الماكسيموم 80 واط. نجيبو الليكيد ديالنا، نقومو بالتبليل ديال الكويل، يعني من الجوانب وايضا من الداخل. ومن بعد ركبوه في المكان ديالو على هاد الشكل، تنضغطو عليه تيدخل المكان ديالو. التعبئة فيه علوية كما كتشوفوا معايا، فالليكيد اللي كنستعمل فهو سينارو ستروبيري من شركه كلاوتييف، فهو مزيج ديال السيريال وشويه الكانيل وستروبيري. نخليو الخزان على جنب، نجيبو المود ديالنا باش نستعملو البطاريه اللي غنستعمل انا فهي 18650 كما كتشوفوا معايا.
خمسة ديال الضربات غيشتغل معانا المود، خمسة ديال الضربات عاوتاني كيطفى معانا المود، الزرار ديال الزائد والناقص باش كنطلعو في لابويسونس، واحد جوج ثلاثة نركبو خزان باش نوريكم، تعطينا نيو كويل اولا اولد كويل، نديرو ليه نيو بلس، واحد جوج ثلاثة كما كتلاحظوا معايا كنقدر نشونجي المود باور، عندنا المود ديال الكونترول تمبيراتور، فيه الاساس، فيه التيتان، فيه النيكل اولا البي باس حتى هو، انا غنستعمل المود باور، نديرو ليها واحد 40 واط. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا معايا ديال الاي جي ماكس 100 واط من شركة الجيك فيب مع خزان الزوس سيب هوم. الان نطلعوا الفوق نشوفوا الفليفر ديالو ونشوفوا ايضا كميه البخار ديالو، بقاو معنا ما تمشيو فين. والان رجعت لكم كما شفتوا معايا العلبه وشفنا ايضا المحتويات ديالها، فهذا هو الكيت المود مع الخزان اللي هو الزوس. ف 41 واط، الاير فلو مفتوح على الكامل الحمد لله. صعدوا شويه في لابويسونس 50 واط، الفتحات ايضا مفتوحين على الكامل دابا في 50 واط، يلا بدا شويه كيعطي اللوغو. نحاولوا شويه نسيريو لاغيفي د لير، يعني في النص من ناحيه لافابور كما كتشوفوا معايا موجوده، نصعدوا شويه في لابويسونس نعطيو 60 واط، سينوات ولا تعطيني عاوتاني لوكو حسن. فكان عندي تخوف بالنسبه للزوس، يعني تقريبا من الاول من الزوس ديالهم الاول اولا الزوس ديال ديالهم دوك الخزانات لي زاتوميزور اللي هما ريكونستركتيبل، من ناحيه الفليفر ديالهم كنهضر على التجربه ديالي، على انا شنو منين جربتهم اشنو، يعني بالنسبه للوكو ما عجبونيش بزاف مقارنة مع الزوس الاكس، فحسن من الزوس الاولاني او الزوس ديال من ناحية الفليفر حسن منهم شوية، الزوس الاكس ماشي هو كذلك حسن منهم شوية، يعني كما قلت لكم انا عندي واحد التخوف كان عندي في الاول بالنسبة لهذا الخزان هذا، مي حاليا يعني الحمد لله مزيان، يعني ما بقاش عندي ذاك التخوف، يعني بالنسبة لهذا الخزان هذا من ناحية اللوغو ديالو فتيعطي لوغو. نزيدو شويه نصعدو في لابويسونس نعطيو 70 واط، 70 واط
نعاودو نفتحو لير فلو. يعني في 70 واط تعطي لوغو مخير. يعني انا يعني تعجبت بزاف في هاد الخزان هذا. يعني كما قلت لكم كان عندي تخوف. نعطيو 75. فلوغو ما حدكش تزيد في لابويسونس ولوغو تزيد يعطيك شر. بالنسبه للنقاط السلبيه فما ما كاينش نقطه سلبيه. انا كما قلت لكم كون كان لوغو ما عطيش مزيان فغادي نقول هاد النقطه هذه هي النقطه السلبيه اللي غتكون فيه. ما كاينش شي نقطه سلبيه. بالنسبه للخزان فهو توب اير فلو يعني فيه الفتحات الهوائيه من فوق يعني ما كاينش تسرب. فهاد الكيت هذا ننصح به الناس فهو مخير يعني لا من ناحيه الفليفر يعني لوغو ديالو مخير او لا من ناحيه لافابور يعني كما شفتوا معايا لافابور حاضره بزاف. لا بوكس حتى هي مخيره واخا كطيح ما تخافش منها واخا طيح في الماء عاوتاني ما تخافش منها. فننصح بهم الناس باش يقوموا بالاستخدام ديال هذا الكيت هذا اللي هو الاي جي 100 واط مع الخزان زوس سيبهم من شركه جيك فيب. الان وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى نكون عطيتكم كل شيء. ما تبخلوش علينا بجيم وايضا بالبارطاج للفيديو ديالنا. شكرا لكم مع السلامه.